تميزت المباراة الدولية للبريدج التي نظمت بالرباط بمشاركة الممثل العالمي الشهير عمر الشريف، وهذا ما أضفى على هذه المقابلة الرياضية أهمية خاصة. السيد عمر، هل لعبة البريدج هي هوايتكم المفضلة، وهل هي حديثة أم قديمة؟ لا، أنا ابتديت أهوى البريدج من حوالي 15 سنة، وما زال البريدج هوايتي المفضلة دلوقتي. في غير البريدج السبق، سباق الخيل، هوايتين عندي مهمين جدا، تقريبا أهم من عملي في السينما. سباق الخيل جاء نتيجة لمشاركتكم في الفيلم الأخير أو قبل؟ لا، من قبل. عندي خيل في باريس، بيشتركوا في سباق الخيل في باريس. سيد عمر، الكل طبعا يعرف عمر الشريف في أدواره الكبيرة الحديثة، مع أنه لا ينسى عمر الشريف الذي يشاهد بين آونة وأخرى في الأفلام المصرية القديمة، فما هي مشاريعك الحالية في الميدان السينمائي؟ دلوقتي هبتدي فيلم في شهر نوفمبر في تونس، فيلم فرنسي، وبعد كده هروح الهند أصور فيلم هناك في الهند، وفي فصل الصيف بستريح ما بشتغلش. ممكن نعرف اتجاهات العمل لهذه الأفلام؟ الفيلم الأول اللي هنصوره في تونس فيلم اسمه الجزيرة، وفيلم فرنسي غرامي مع الممثلة جين سيبرغ. بعد كده الفيلم اللي هصوره في الهند فيلم من نوع نصف سياسي، عن الصينيين اللي بيهاجموا الهند عند الحدود بين الهند والصين. يعني مستوحاة من الحوادث اللي وقعت، من الحوادث اللي نحو الحدود الهندية الصينية. على ذكر السياسة، سيد عمر الشريف، يلاحظ أنه منذ 10 سنوات تقمصتم أدوار شخصيات سياسية من فيلم لورانس العرب، ثم الدكتور جيفاغو، ثم تشي جيفارا، فكيف تشعرون وأنتم تتقمصون هذه الأدوار، وهل هذا اتجاه معين في حياتكم الفنية؟ لا، أنا في حياتي ما عنديش اتجاه سياسي، إنما الأدوار دي بتبقى أدوار دايما يعني مناسبة ليا، لأن ما فيش ممثلين أمريكان أو غربيين يستطيعوا أن يمثلوا أدوار مثلا تشي جيفارا اللي هو دور لاتيني، أو أدوار دكتور جيفاغو دور روسي، والروس قريبين جدا من الشرق. فأنا لما بيطلبوا مني أمثل الأدوار دي ما ببصش للناحية السياسية، نعم، إنما للناحية الفنية. نعم. يعني تشعرون باندماج، باندماج فني، فني طبعا غير سياسي طبعا. سيد عمر، أنتم اليوم نجم لامع في سماء الفن السينمائي، فهل تذكرون بين آونة وأخرى السينما العربية، وهل تفكرون أن تكونوا لها دعما في يوم من الأيام على النهوض بها؟ أيوة، أنا رأيي دلوقتي أنه من حوالي 3 أو 4 سنين بس ابتدت السينما العربية تتحسن بطلوع مخرجين وفنيين عرب شباب متعلمين في معاهد التمثيل ومعاهد الإخراج، معاهد السينما، ورأيي إن في بحر 5 سنين السينما العربية ممكن إنها تحصل السينما الأوروبية. إنما قبل ما المستوى الفني في الفيلم العربي يحصل المستوى الأوروبي، أنا مش ناوي أشتغل في السينما عشان احتفظ بالمرتبة اللي وصلت لها. وهل لك اتصالات مع الفنانين العرب؟ طبعا، ما زالوا اصدقائي، وبشوفهم لما بيجوا يزوروني في اوروبا، او بروح ان شاء الله، هروح بعد 2 3 شهور هروح ان شاء الله مصر ازور اصحابي. سيد عمر الشريف، شكرا لكم، ونتمنى لكم اقامة طيبة في المغرب. شكرا.